السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم شاحن 5 أمبير، طبعا هذا متوقف تماما، فهلا بنفكه ونشوف شو عطلة ونصلحه مع بعض إن شاء الله تعالى. قبل ما نبلش بتمنى تحطون لايك للفيديو، وإذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة وخلينا نبلش. طبعا يا جماعة هذا الشاحن من الداخل، تمام، خلينا نفك المروحة. هذا الفيوز شكله قاطع، والله شكله قاطع. هلا بنفحصه على كل الاحوال. اول شيء نفحص الفيوز شوف قاطع ولا لا. اعتقد قاطع، دائما قاطع. هاي الجودات، طبعا قنطرة التوحيد جودات الدخل. مثل هيك عطالة، اول شيء ببلش بالتسلسل الجودات، موسفت ونطيك العناصر بعدين. هلا الجوادات ما في واحد عطلان، حتى تسريب يعني ما عم بيعطي. هذا الموسفت ما في شيء عم يعطيني، كأني ما في شيء. طبعا هذا الموسفت بهيك مكان، لأنه هون بتجي الديود. هذا الزنر، الديود زنر 12 فولت، بيجي تقريبا على التوازي بين السورس والجيت، تمام، فيصير قياس الموسفت شوية على البوردة مو ظابط، فالأفضل تفك وتقيس. فحاليا هلا عم نقيس مبدئيا. طبعا هون عم يعطيني أنا 30، 56، فهذا قياسه مو نظامي، تمام. خليني أنا أول شي أفك الديود، الديود هذا طبعا ديود سينر، هذا 12 فولت. خليني اول شيء قبل ما اشوف اي شيء افكه، تمام، افصل الاجر منه وبعدين افحص تكون شحن الافو. هاي فكينا اجر واحدة من الديود الزينر، هلا بنفحصه برا. شغال ما في عليه شيء. طيب هون على القاعدة، خلينا نقيس القاعدة محله. عم يعطينا 30 اوم. انا ممكن تكون مشكلة مع المقاومة، بس لازم ما يعطينا القراءة هاي. انا طبعا هو هون بيجي الموجب تبعه، ليكو هذا الموجب تبعه، يجي على بوابة الموسفت، تمام، مشروك مع المقاومة لهاي ال 56 لحتى تعطي نبضة للموسفت، تمام. والطرف الثاني موصول مع السورس، هذا هو هيك موصول مع السورس. هون الطرف هذا الموجب موصول مع الجيت والبوابه، والطرف الثاني موصول مع السورس، تمام. فلازم ما بيعطينا قراءه هيك. انا خلينا افك الموسفت وشوف، ممكن يكون الموسفت هو اللي عامل هالشيء. طبعا هاي فكينا الموسفت، هذا هو 4N60، تمام. خلينا نقيس على اطرافه اليمين واليسار. شفتوه الشورت من الموسفت، في شورت بين البوابة وبين السورس، تمام. خلينا نقيس القاعدة محله، ما في قاعدة، شفتوه ما عاد اعطى قياس، ما عاد اعطانا شورت نهائيا. فهيك بيكون الوضع تمام، يعني الموسفت عاطل. بس يعني احيانا تضرب مع المقاومة هاي تبعت النبضة، واحيانا وتضرب كمان معها هاي مقاومة التحسس التيار. فطبعا هاي 0.27 اوم. هدول لما لكن لما تضرب هاي تجي تكون كهرباء قوية، فلما تضرب هدول فراح تضرب معاها ترانزستورات، هدول الاثنين اللي هن بديل عن اي سي التقطيع، اي سي النبضة، تمام. دام هدول سليمات معناته الضربة ما كتير قوية. وقت بعتقد انه هون صايرة حرارة كتير على الموسفت، وقاطع عامل شورت موسفت بين السورس وبين البوابة، تمام. لهيك فاصل الفيوز مباشرة،
فليك مو بتأزي الدالة، لهيك مضروبة لا المقاومة تبعت النبضة ولا المقاومة تبعت تحسس التيار. تمام، فهلا أنا راح أرجع الزنر بمحله وحط فيوز وركب موسفت ونشوف يقلع معنا الشاحن لو لا. طبعا هذا هو نفس الموسفت 4N60 نفس اللي كان راكب قبل، هذا هو 4N60. تمام، الآن وصلت فيوز وركبت الزنر، وهلا خليني أركب الموسفت. طبعا قبل ما نلحم خليني افحص الترانزستورات، يعني هي على الشكل ما فيها شيء، هيك ما فحصته. طبعا هذا عم يعطينا قياس بالعكس لانه هو على القاعده راكب. طبعا هذا قلنا هذا S5080 الموجب بالنص ينحط وعلى الاطراف القياس، العكس لازم ما بيقيس. تمام، هلا هذا عم يقيس على جنب واحد لانه في راكب على القاعده عن طريق مقاومات. تمام، وبشرط تكون عطلان. هذا قياسه العكس، هذا 80 85 50. تمام، هيك هذا هيك بيقيس، لازم على الجنبين سالب بالنص قيس على الجنبين يعطيك هيك القراءه، بالعكس لازم ما بيقيس، وهون عم يقيس على جنب واحد لانه موصول على القاعده. تمام، هون ما قاس. فهلا بركب اللحم الموسفت عاد ونشوف. هلا هون ركبنا الموسفت، خلينا نشغل على السريع. بسم الله، اشتغل الليد، هذا الليد الباور اشتغل. تمام، حرارة ما في، هاي اشتغل الليد الباور. تمام، حرارة ما في. خلينا نجرب على البطارية. هاي عم افتح الشحن، شفتوا قلع. طبعا هون اشتغل السيري، رجع نطفي ونشغله، بما انه مقلع السيري رجع نشغله مرة ثانية. تمام، هاي اشتغل النظام. فهذا كل شيء عن الشاحن، طبعا كان عطل بسيط ولكن لا يمنع انه نشارككم فيه. تمام، فهذا كل شيء عن عطل، فبتمنى انه تحطوا لنا لايك للفيديو وتهتموا بال، واذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك بالقناه، والسلام عليكم.